جايين من أجل حقوق وليست مطالب. المطالب خليناها خلفنا وجينا نطالب بحقوقنا وكرامتنا وعزتنا من أجل الشعب العراقي، هذا الشعب اللي ناضل سنين طويلة من أجل أن يعيش بكرامة وبعزة وفخر. تحت هذه القوقعة السياسية التي حكمت حقيقة من خلال 16 سنة وتبديلها بناس كفؤين، ناس يخدمون العراق، ناس يحبون العراق، ناس لهم نفس مع المواطن العراقي ويبنون العراق حقيقة. شكرا لقناتكم. احنا جايين هنا مطالب عندنا هواي، احنا نريد عراق وطن، ما نريد الاحزاب، ما نريد الميليشيات، ما نريد اي واحد يتحكم بالعراق، لا ايران ولا امريكا، احنا نريد عراقي يحكمنا. لا تعرف ماذا يريد ابنائها شعبها، فحقا انها لا تسمى حكومه بالمعنى الحقيقي. فتظاهراتنا منذ امد بعيد وتطالب بحياه كريمه للشعب العراقي، ولا يتحقق هذا العيش الكريم الا بازاله هؤلاء الفاسدين عن كراسي الحكم ليعود العراق مجددا الى حياته الكريمه والحره والشريفه. انا اطالع يعني كعراقي كمثل الدول العالم، اريد لي معمل، اريد لي مصنع، اريد لي دائره، اريد لي من اروح الدائره بحيث من اروح ما حد يقول لي جيب هذا وجيب هذا مثل كل دول العالم. احنا ليش هسه مثل دول العالم لا زراعه لا صناعه؟ صار 16 سنه احنا طالعين، يعني بصراحه احنا طالعين على قضيه نريد نساند هاي ابنائنا. احنا مجموعه من المثقفين ومجموعه من الاكاديميين واتهمونا ان الوعي مالتنا مو زين والوعي مالتنا منحدر الى ابعد درجه. خليجي وشوف ساعات الاعتصاب، خليجي وشوف الكفاءات، الاعلاميين، الشعراء، الادباء، المثقفين كلهم طلعوا بصوت واحد ومطالبهم واضحه. هذا التسويف والمماطله صارت دليل على ضعف الحكومه وعدم نيتها بالاصلاح الحقيقي. Thank you.